الحياة قبل 17 أكتوبر يعني الحياة بالنهاية بضل سجن صعب، يعني ما بعد 7 أكتوبر ما بعد ما قبل 7 أكتوبر الحياة المعيشية صعبة صعبة. قبل 7 أكتوبر الحياة يعني بقت يعني الواحد منيح أحسن من بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر الحياة المعيشية صعبة كثير كثير، حياة الأسرة يعني صعبة صعبة كثير كثير. ما بعد 7 أكتوبر يعني بلشت بعد بأسبوع الضرب وكمع أسرة، وكل مالها بتزداد، بيزداد الضرب، بيزداد بياخذوا خطوات ضد الأسرة. أول مرة فاتت وحدة الجيش، لبسوهم لبس وحدة، فاتوا علينا ضربونا وكسرونا، فاتوا على قسم 21 ضربونا وكسرونا. بعدين هاي أول ضرب للأسرة. بعدين نقلونا كمعونا على قسم 24، هناك برضو ما بتعدهم انت نايم، بفوتوا بضربوك، يعني بعطيكوا ايش يعني سابق انذار، بفوتوا بضربوك عادي، فيش عندهم مشكلة، يعني هذول فيش عندهم انسانية من مرة. تجربتي انا من ناحية انا قضيت المربعنية كلها بنص كوم، قضيت المربعنية من 7/10 ل 10/1 قضيتها بنص كوم. مرة وقفت كتسيم عدد عن ضابط عدد، قلت له هذا اللي بصير، يعني طلع كيف لابس، انا لابس نص كوم وانت لابس بلوز كوم كل شيء منيح، بس انا لابس بلوز نص كوم. طيب بدي بلوز كوم، كنت طلع تعرف سكعه النقب، انت كنت انت بدي سكعه النقب، سكعه النقب كثير قوي بتقص مسمار يعني سكعه النقب. ولا قال لي ده كلك انا مش ردي، رد الاداره، كلك الاداره اسرى غزه بوكلوا بيشربوا بيناموا، يعني بهذا الحال تقدرش تجاوب انت من مره، اذا بتجاوب كلها بقول لك منين جبت، عشان الراديو ممنوع، التلفزيون ممنوع، شبابيك ممنوع، كل شيء ممنوع بالغرفه عندك. والخبز بالنسبه للخبز كمان بجيبوا لنا نص ربطه فينو، مش كماج عادي، نص ربطه فينو، يعني انت بدك على القعده نص ربطه، بجيبوا لك نص ربطه ل 24 ساعه. وكل مالهم عشان وقفت سياسه الضرب، كل مالهم خلص باخذ خطوات اكثر ضد الأسرة، من ناحيه باكلك معنوياتك بكل شيء، بس عشان سياسه الضرب وقفت بحاربوك بكل شيء. وقفت سياسه الضرب حديت ما استشهد رامي ابو عصب الله يرحمه، ثائر ابو عصب. قبل ما استشهد بقول لك انا يعني الناس هي نايمه بفوتوا بضربوك عادي، فيش عندهم مشكله، يعني قمع الصبح عادي على الفجر، وانت ما يكون على الفجر بفوتوا بضربوا ناس، بكونوا معدوا ايديهم على رؤوسهم على ركبهم، بفوتوا بضربوهم، بكونوا مش عاملين ولا شيء، بس خلص بدهم يقتلوا. بهذاك اليوم ما استشهد ابو عصب، بكون بده يضربوا بهذاك اليوم، بدهم يقتلوا خلص، يعني بضربوا وين ما يكون، على وجهك على عينيك عادي، تفرقش معهم. ما حديت من قتل رام ابو عصب، ثائر ابو عصب عفوا، ما حديت من قتل ثائر ابو عصب، يعني خلص وقف سياسة الضرب، اجى قرار من فوق انه يوقف سياسة الضرب. ساعتها خلص بلش يخفف الاكل، هو من الاساس الاكل خفيف، يعني بك يجيبوا لنا 3 صحون رز ل10، ساعتها خففوا بالزياده الاكل وخبز، خففوا جيبوا لك ست خبزات ل 24 ساعه. لما تركته كان يعني وضع صعب صعب، يعني انا كان سجن النقب، كان وضع صعب صعب على الاخر، انا كان صار لي 3 ايام بالسجن، اخر 3 ايام هذول خفوا الاكل من مره، يعني انا قسما بالله بالثلاث ايام انخنكت، صرت احكي خلص يعني اخر ان شاء الله مروحه معي، عشان واحد بقول لك انه الوضع صعب، يعني لما تركتهم كان وضع صعب كثير كثير. كانوا يضربوهم بالعصي بايديهم، بكانوا يفوتوا وحده الكيتر، فوتوا كلاب، فوتوا كل شيء، كل شيء معهم بضربوا، اي شيء عصي بالاخمس تعلم 16 باي شيء بضربوا عادي، فكش معهم فوتوا بسلاح عادي، يعني وحده كاتل بضربك على وجهك على عينك، يعني كثير انس شفت ناس واحد بوزع للأسرة اكل منه فينا بطلعوا يوزع، يعني معامله اداره سيئه جدا، يعني سيئه كثير.